للشباب واقول له خلي بالك، دي انت الكتلة الكبيرة في مصر دلوقتي، انت الامل كله. التاريخ رفع القلم عشان يكتب عنكم ويكتب عن بلدكم، فخلوه يكمل كتابته اللي دايما بتعلم الناس. شباب مصر انزل عشان تعمل للحاضر وللمستقبل. انا قلت للشباب لان نسبته ما شاء الله اكتر من 55 يمكن ولا 60%، يعني مصر شابه. مصر شابه دي 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 معلومه في منتهى الخطوره واستراتيجيه، يعني لازم اي حد عايز يمسك البلد دي يكون على وعي. اوكي، المشير على وعي يعني. طيب ايه اللي المفروض يتبع الوعي؟ ما هو ده الفرق بين الرؤى السياسيه. الموضوع مش موضوع حاجه. اللي عجباني جدا في المشير السيسي ان كل الكلام اللي بيقوله كلام ارتجالي، يعني ما بيقراش من ورقه زي ما 90% من الرؤساء بتوع العالم كلهم دايما يقروا من ورقه. المشير السيسي بيتكلم بس من تلقائيته، ودي عجباني قوي فيه. المهم كل الناس بتتكلم على البني ادم اللي نازل الانتخابات، على بني ادم اللي نازل الانتخابات، محدش بيتكلم على الناس اللي بتنتخب اللي هي احنا. يعني السؤال اللي بسأله وهسأله مليون مرة، الناس اللي بتدلي بصوتها في الانتخابات هي فاهمة يعني ايه انتخابات؟ وفاهمة يعني ايه تصويت في الانتخابات؟ وفاهمة يعني ايه ان هيبقى الرئيس اللي جاي عشان انت تدلي صوتك؟ احنا حاجة بتاع 90 مليون، وانا عارف ان الاحصائية دي موجودة. احنا حاجة بتاع 30% متعلم ومثقف، يعني مثقف غير المتعلم، لكن يعني ايه حاجة بتاع 30% او 28% متعلم ومثقف، بيكتب بيقرأ وراجل مثقف بيقرأ اي كتب غير كتب الدراسة. وبعد كده حاجة بتاع 70% او اقل اميين، يعرف يكتب ولا يقرأ. طب نقول نسبة الناس اللي يعني عندها الفطنة وحسن الاستماع وكل الكلام ده، نقول من 70% دول ايه؟ 15%. ولكن عندنا اكتر من 60% مش عارفين ايه اللي حاصل في الدنيا. عشان كده الاخوان لما كسبوا جابوا كل الناس الغلابة دول وقال له ابصم هنا، ولا اختم هنا، ولا اكتب اسمك يا حاج هنا. اللي انا عايز اقوله ان الحاجه ان لازم نبص عليها اكتر من مين اللي نازل الانتخابات، ان مين اللي بيدلي بصوته. دي حاجه لازم نبص لها. الحل بتاع الموضوع ده ايه؟ ان الناس اللي تنزل الانتخابات لازم يبقى، قصدي الناس اللي بتنتخب، الناس اللي بتدي صوتها في الانتخابات لازم يكون ليها حدود معينه. ايه هي بقى الحدود المعينة دي؟ اولا لا يمكن تدلي بصوتك وانت ما بتعرفش تقرا وتكتب. نمرة اتنين، مفيش حاجة اسمها اي حد عشان عنده 21 سنة ومصري يبقى من حقه ان يدلي بصوته في الانتخابات. لازم تخش حاجة زي كورس او حاجة بتاع الدراسات او حاجة 10 15 20 ساعة ايا كان، وبعد كده تاخد امتحان. الدراسات اللي بتعملها دي عبارة عن حاجات معلومات عامة في السياسة، معلومات عامة في الجغرافيا، معلومات عامة في الاقتصاد، معلومات عامة في الحريات، معلومات عامة في أي حاجة. يعني الدراسات دي تتحط مين اللي يحطها؟ أيا كان بقى، دكاترة في الجامعة، دكاترة اقتصاد، دكاترة سياسة، أي حد. وكل بني آدم، أي بني آدم، حتى البني آدم اللي نازل الانتخابات نفسه عشان يطلب صوته لازم يكون دخل الكورس ده، ولازم يكون نجح فيه بنسبة على الأقل حاجة و80%. وبعد كده يطلع له شهادة انتخابية. الشهادة الانتخابية دي يعني إيه؟ يبقى من حقه إنه يطلب صوته في الانتخابات. الموضوع ده يعني يكاد يكون أهم من إنك تخش الانتخابات أو تروح تنتخب حد.
لان المشكله دي حاصله في الولايات المتحده لغايه النهارده، ان ناس كتير جدا بيختاروا الرئيس عشان شكله زي القمر، ولا شكله حليوه، ولا شكله كويس، ولا اصله باين عليه ابن حلال. طب انت عارف ابن الحلال ده تفكيره ايه، ولا بيعمل ايه، ولا خطته ايه، ولا هيعمل ايه في البلد، ولا اي حاجه. يعني قصدي احنا وقفنا في طوابير انتخابيه نسال الناس، انت بتنتخب الرئيس اوباما ليه؟ يقول لك يعني ان المفروض خلاص بقى يبقى ده الوقت اللي واحد فيه يجي اسود يحكم البلد يعني. طب انت عارف بيفكر ازاي؟ لا طب حبيبتي انت بتختاري ليه؟ اهو اصل شكله حلو قوي. يعني قصدي البنات اختارته عشان شكله حلو، والشباب اختاروا لاغراض مختلفه. اللي انا قصدي اقوله ايه؟ ان لازم اللي بيحط صوته في الانتخابات يبقى عارف هو بيحط صوته في الانتخابات ليه والمين واشمعنى ده. يعني قصدي حتى الناس اللي هو طبعا الانتخابات الاولانيه انا عارف اللي هي ما بين السيسي وتقريبا الاستاذ حمدين صباحي، انا عارف انه هيحصل نفس اللي حصل ما بين جورج واشنطن وجون كوينسي ادمز لما انتخبوها. انا عارف هي الانتخابات الاولانيه دي يعني بس نقول ان شاء الله تتم على خير وتنتهي، ولكن بعد كده يا اخوانا لازم يتعرف مين اللي بيدي صوته في الانتخابات. الموضوع مش بسيط. لغايه دلوقتي الناس بتضحك عليها في امريكا، لان لغايه دلوقتي اللي معاه فلوس هو اللي بيكسب الانتخابات، اللي محبوب اكتر من اكتر من التاني هو اللي بيكسب الانتخابات، اللي بيعرف يتكلم ويعني اي كلام بس عشان يعني يميل دماغ الناس بيكسب، اللي بيطلع في التلفزيون اكتر بيكسب. كل الحاجات دي لازم تتظبط. مفيش حاجه ان واحد معاه فلوس وتاني معهوش فلوس فده يكسب. مفيش حاجه اسمها واحد يفضل يطالع في التلفزيون كل نص ساعه يكلم الناس وبعدين عنده جيش عمال يتصل بالناس في التليفونات، انتخب عبد الصميد انتخب عبد الصميد. ما ينفعش. الانتخابات دي لازم تدرس ولازم تتعرف يعني ايه يتحط مين اللي من حقه ينتخب ومين اللي من حقه ينزل الانتخابات. وان شاء الله يعني في المره الجايه لما يجي وقت ونسجل مع بعض تاني او ندخل حاجه على البلاج، لان انا عايز احط الموضوع ده بالانجليزي والعربي على اساس ان الناس اللي في امريكا هنا برضو الطريقه اللي بتحصل بيها الانتخابات في امريكا برضو غلط. لان تلاقي عيل عنده 18 سنه ولا عيل عندها 18 سنه مش عارفه بتدي صوتها لمين ولا بتدي صوتها ليه. انا وقفت في ناس في انتخابات ما يعرفوش هم بيحطوا صوتهم فين. فقصدي الكلام ده لازم يدرس عندنا كويس قوي عشان ما نتلخبطش زي ما متلخبطين هنا في الولايات المتحده. وان شاء الله المره الجايه هنشرحها احسن. السلام عليكم عشان نروح الشغل عشان ما نترفتش.